السلام عليكم. رايح أجاوب في هذا التسجيل على السؤال القائل: هل بالفعل تخزين البصل المقطع في الفريزر يتسبب في إنتاجه لبعض المواد السامة أو أنه يحول إلى مادة خطرة كما يقال؟ والإجابة باختصار بأن هذا الكلام هراء، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غريبة، والكثير من الأخوة والأخوات تفاعلوا معه بطريقة جدية، علما بأنه لا يستند لا من قريب ولا من بعيد إلى أي دليل علمي. على العكس تماما، إذا كنت أنت من النوع أو كنت من النوع اللي يترك البصل لفترات طويلة، بمعنى أنك أنت ما تستخدمه باستمرار ويكون عرضة للتبرعم، بمعنى أنه ينمو في وسط هذا العود الأخضر اللي يبدأ يستحوذ على الكثير من المواد الغذائية اللي موجودة في داخله ويستهلكها، من الأفضل أنك أنت تقطعه وتوضعه في أكياس بطريقة منظمة بعيد عن التلوث، وتخليه في الفريزر ورايح يحتفظ بالكثير من عناصره الغذائية، وحتى طعمه ما رايح يتغير، خصوصا إذا كنت بتستخدمه في الطبخ. لأن إذا كنت بتستخدمه بالطريقة النية كما يفعل البعض للسلطات أو ما شابه، فأكيد أن التكستشر اللي إله رايح يتغير مثل سائر الفواكه والخضروات. وبالمناسبة هذا الكلام أيضا ينطبق على الثوم، سواء كان في هيئة فصوص أو مقطع ووضع في الفريزر.